مرحبا بكم جميعا أعزائي في مطبخ دليلة ديزات. وصفتنا لنهار اليوم شخشوخة بالخضار حارة وحميمرة تستاهل فمكم. ابقوا معايا حتى آخر الفيديو، وما تنساوش حبابي وناسي تخليوا لي لايك ولعجبكم الفيديو والكومنتار وديروا لي البرتاج. وهنا حبابي وناسي اليوم جبت لكم شخشوخة بالخضار حارة الله الله، وهاد لاباط انا درتها صباح يعني خليتها ارتحت لي زوج سوايع. نخليكم في صندوق الوصف، درتها لكم ديجا ما حبيتش ندير العجينه ونزيد لاصوص سينو تجيني بزاف الفيديو طويل ممل. بسم الله دوك نبداو نبسطوا العجينه تاعنا. راني وليت لعندكم ان شاء الله نلقاكم بخير بصحه جيده. انا راني صافا الحمد لله شويه خدمت اللي كنت وان شاء الله طهوره وربي يشفي كاع المرضى ان شاء الله. هاي لك دوك نبسطو. انا كنت عودتو عليا كي نبسط يعني نبسط بزاف على الحواف ماشي على الوسط باش ما تتقطعليش هكذا باش ما تجينيش الحواف خشنه. ومن بعد ندير شويه هكا زيت في يدي فوالا. وما نزيدلهاش هنايا الزيت، نخليها كيما هكا كيما رفدتها فيها داك شويه الزيت يكفي باش ما تجيناش مقهومه. دوكا غير تشد روحها شويه نسيي نرفدها فوالا باش ما تجينيش هكاك بزاف حميمه. واللي تحب تخليها هكا طيب لها بلايص حموره هذا يرجع ليكم. دوكا الزيت الثانيه باش نحطها فوقها بعد ما قلبتها نزيد نحط الثانيه هكا سهلين من يديكم الفحلات على بالي شاطرات هكذا. ونقلبها غير نحطها يعني تعاونكم هذيك الورقه الاولانيه هكذا نكملهم وحدي من بعد نجوزو لاصوص. وهنا واش عندنا في المرقه تاعنا تاع الشخشوخه اللي قلت لكم بالخضر هامليك بعد ما كملتهم طيبتهم شوفوا ما فيهمش بزاف هذاك الزيت فوالا. ومن بعد نفتوهم يعني ساهلين تحبوا تقطعوهم سي دي بوند هكذا تحبوا تفتوهم هذا يرجع لكم. المهم لاباط لاباز عندي دجاجه بسم الله على بركه الله. عندي هنايا بصله كبيره ولا ديروا زوج يعني متوسطات ترحيوهم بالبغام باش يجيكم هكا مرحي رقيق باش ما يبانليش هكاك بصلاته. وعندي ثلاثه سنينات توم رابيتهم ولا كرازيتهم، زوج حبيبات طوماطيش اللي كسيتهم تاني بالبغا. عندي هنايا زوج حبات جزر كتشوفوهم، اربع حبات بطاطا نخليهم هكاك حبيبات، وعندي ثلاثه حبات لفت عمليك نخليهم هكاك. وعندي هنايا الحميصه طيبه في كونجيلاتور ومنكهه. وهنايا عندي نص مغرفه تاع العشاء تاع السمن، مغرفه تاع العشاء بون يعني مغرفه معمره بومبي تاع طوماطيش تاع البواطا تحب لا كولور حمراء وهذا يرجع لكم. عندي هنايا قسم غرفه تاع قهوه حليب تاع فلفل عكري احمر وحار في نفس الوقت. وعندي هنا الملح على حسب الذوق، وعندي نص عود تاع قرفه رقيق وكسبر وتاني راس الحانوت وشويه فلفل اسود. نتوما تتحكموا في لي زيبيس كيفاش حبيتوا ديروا، تزيدوا شويه ولا تنقصوا هذا يرجع ليكم على حسب الذوق تاعكم. نجوزوا لا كوكوت تاعي. هنا حطيت الزيت تاعي ثلاثه مغارف تاع العشاء ونزيد نص مغرفه تاع العشاء تاع السمن. نخليه هكا شويه يذوب ونحط الدجاج تاعي كومبليت. ونزيد هذاك البصل مع الثوم يعني كلشي نخلطوه وكلشي تقلى على الضربه حتى ساهله كاع. ولا هذوك التوابل ما نحطهمش دركا بصح يتحركوا لكم مهما يكون. وهذه الدجاجه يعني ماشي كبيره بزاف بزاف على بيها درتها هكاك متكامله هكذا ونخليهم يتقلاو
ونغطيهم ونخليهم يتقلاو في غرضهم. انا بعد ما قليت الجلده تاعي مع البصل مدت 10 دقائق، يعني قلبتها قلبت لي على واحد الجهه، من بعد سدت لها الجهه الاخرى ونقصت لها النار وغطيتها وخليها تتقلى. دوك واش حنزيد؟ حنزيد الطوماطيش تاعي تاع الحبه اللي رحيناها، نزيد الطوماطيش تاع البواطا تاع العلب، قلت لكم بون كويير تاع العشاء باش يجيكم حمير، ما يجيكم ماشي شباب اللون تاعو، يكون ماشي احمر شخشوخه لاصوص حمراء. ونزيد هذوك التوابل، يعني حاجه سهله. دوك تاني نزيد نخليها تتقلى، نقص لها باش ما تحرقليش، فيها الطوماطيش تاع تاع الحبه وهذوك لي زيتات باش ما يتحرقولناش. كي تكون هذيك كي ندير هذيك الطوماطيش تاع الحبه نزيدو التوابل ما نديروهاش على الناشف. هكا دوكا نخليها تتقلى. انا بعد ما تقلات تاني مده 10 دقائق تعطيو لها الوقت في التقليه. دوك نمرق الماء السخون، بسم الله على بركه الله. دوك ندوق على الملح باش هاد الدجاج تاعي ما يطيبليش مسوسه. شوفوا كيفاش تجيكم البيعه ديك المرقه، مازال عاد ما طابتش مليح. بعد نقول لكم شحال اللي درت الماء. دوك نشوف الملح شويه مسوسه، نزيد لها باش ما تجيليش صمطه لاصوص تاعي، ونزيد هذوك زوج حبيبات تاع الجزر نحطهم هكا كاملين باش كي نحب نزين من الفوق الطبق تاعي، يعني ما تجينيش هذيك الحبه تاع الجزر مكسره. هاكدا بدات تغلى، هاي بدات نقص لها ونحط لها الغطاء من الفوق. الشوخه تاعنا هاديك حاجه سهله، كاين اللي يديروها حواشي، يعني سيتي بوندلات. انا ما يعجبونيش هكذا، كي درتها على الطريقه تاع بكري هكذا نفتوها باليد فيها البركه، وكل واحد واش يحب. هايلك دوك نكملهم كاع هكذا. هنا بعد ما طابت لي هذيك الدجاجه، يعني ما شدتليش بزاف الوقت غير 20 دقيقه، دوكا حندير البطاطا تاعي هكذا، نحطهم هكاك حبيبات باش ما يتخسروليش، وحبيبات تاع اللفت. قلت لكم باش نزين الطبق تاعي مع التصوير. وهنا الامانه شحال درت المرقه، هنا هذيك الرقبه تاع الدجاج خليتها وحدها، هنايا درت زوج لترات ونص باسكو تشختوخه يحب يعني واحد لي يسقيها على حسب افراد العائله. دوك ندق في الملح سي بون، حاره بزاف. دوكا هكا نرجع لها الغطاء تاعها ونخليها طيب بعقلها، غير بالعقل تكتك باش هذيك الخضره تاعي ما تحرحرليش، طيب لي ومن طوب شاده روحها. وهنا واش عندي في لاماغينا تاعي، بعد ما طابت لي الدجاجه تاعي استقطرتها وحطيتها فوق بابي كويسون. هنا واش عندنا؟ عندنا جوج مغارف تاع العشا تاع الزيت المائده، شويه فلفل عكري، شويه كاع التوابل هذوك اللي درناهم داخل المرقه، غير القرفه اللي ما درتهاش، القوا في صندوق الوصف. نخلط هكا باش نحمرها في الفرن، ونشعل الفرن تاعي مسبقا على 250 درجه، نشعلو غير هذيك شويه من الفوق، يعني باش نحمرها برك نعطي لها اللون، ما تجينيش هكاك بيضه شابه في التقديم. ومام طو تانيت يعني تجيني بنينه، كيكون فيها لي زيبيس، شغل كي اللي حمرتها داخل الكوشه ماشي طابت لي في المرقه. نقلبها ونزيد نكملها هكذا من الفوق، كي نحمرها نحمرها واحد الجهه، من بعد كي نشوف تحمرت هذه الجهه نزيد نقلبها على جهه واحده اخرى. انا بعد ما طابت لي الخضره تاعي نحيها نصفيوها هكذا،
نحيا بهذاك اللفت بهذيك البطاطا والجزر تاعي اللي راهي طايبه قلت لكم كانت في كونجيلاتور، نخليها هكاك زوج دقائق ولا ثلاثه ونطفي عليها ونحمر البطاطا تاعي ونتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله. هنا دوك نجوزو الدريساج تاعنا، راني درت هنا الشخشوخه تاعي هاي لي كورق ورق نحطهم هكا، قسمت هذاك الجزر على زوج هاي، ونزيد هذيك البطاطا تاني نديرلها هكذا حمرتها، حمرتها في شويه زبده ولا تحبوا تحمروها يعني في الفرن هكذا. نلعبوا على اللون البرتقالي هذا الجزر باش نبينو مليح يعني الطبق تاعنا هكذا. ثم تاني على بالي شطرات فحلات، ونحط هذيك الدجاجة تاعي اللي كنت حمرتها نحطها هكذا في الوسط. فوالا انتما تحبوا تقسموها، انا حبيت نديرها هكذا. ونزيد البيض المغلي هايلك الكشتو طبق ساهل مزال الحميصة ما حبيتش نديرو وحدي، حبيت يعني نديرو معاكم. ونزيد هذيك الحميصة هكا، عمرتها بهذيك لالوش اللي متقوبه باش ما نجيبش هذيك المرقه معايا. يعني نتوما الله يبارك شاطرات على بالي، ونزيد هكا حبيبات تاع الحمص منا، ونتلاقاو حبابي وناسي في طاوله التقديم كيفاش يعني كملتها باش ما نديرش الفيديو طويل بزاف. هاوليك حبابي وناسي الطبق تاعنا تاع الشخشوخه بالخضار حارة وحميمرة، الله الله يعني تستاهل فمكم من يديكم حبابي وناسي. واش نقولكم، نخلي لكم في الصندوق الوصف يعني كيفاش درت هاد الشخشوخة، شحال من خطرة درتها لكم، ما حبيتش يعني نطول في الفيديو تاعي. بطاطا تاعنا حمرناها، والجزر تاعنا واللفت يعني كل شيء راه طايب، وهايلك المريقة تاعنا هايلك ماشي خفيفة شوية خاطرة هايليك باش نسقيو بها. الى عجبكم الفيديو حبابي وناسي خليو لي تعليق صغير وديروا لي البارطاج، ونخليكم في امان الله، ونقولكم كل عام نتوما بخير لعقوبة العام الجاي ان شاء الله ربي يعطينا الصحه والهنا هذاك هو الصح، وينجحوا وليداتنا في قرايه تاعهم وفي الدنيا تاعهم وفي الدين تاعهم. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.